اوبا اوبا ركزوا شباب شو صار بفري فاير. يا الله يا شباب اللعبة هيك راح تكون. واو طيبين اليوم راح نشوف مع بعض جميع تحديثات نزلت في فاير واحدة واحدة ونشوف مع بعض الأشياء اللي انضافت الأسطورية بمناسبة السنة السابعة على فري فاير. إيش باللوز يلا ندخل روح 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 ركزوا لي على الشاشة شباب مثل ما أنتم شايفين يا طيبين هون عنا التحديث السابع لا مو السابع هو السابع مش السابع هو الذكرى السابعة السنة السابعة لفري فاير يا شباب لعبتنا المفضلة. اليوم مع بعض راح نشوف شو في الأشياء الجديدة وشو راح يكون في جديد ويلا نبلش. اوكي اول شيء شباب انا الان متواجد باللعبه باللوبي اوكي الحب هيك دائما مثل ما كل مره كنت اعمل تحديثات سيرفر المطورين ما كنت ادخل سيرفر المطورين احب ادخل هيك بشكل صافي هيك عشان نشوف الاشياء شوي شوي مع بعض. اول شيء مثل كل مره شاب بيجينا هون اشياء والله عاد بعثونا هالمره واللي والله هون في ركزوا لي معلم ركز 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 اوبا عنا هون اسلحه واشياء حلوه بس لك انا الشيء اللي يهمني هذا الاكس بي اوكي عشان نرفع المستوى تبعنا يصير مستوى بلوز هيصير ليفل 16 حلو عملت لازمتك يا شباب هذول اسلحه هيك عشان هيك نجربهم ونحن عم يعني عم يعطونا اسلحه مشان نجربهم ونحن يعني معلم تعرف شو معناته مبينه يعني مشان ندخل نجرب اللعبه معلم مش نلعب اسلحه تجربه بلوز اوكي الان وين كنا اوكي راح نبلش اليوم اوكي الان راح ندخل نشوف ما شو ما في الاسلحه دائما بتعود بحب دائما اشوف الاسلحه اهم شيء بالنسبه لي ندخل على الاسلحه اوكي اوبا شوفوا لي هون يا شباب شوفوا لي هون معلم الضرر هون شوفوا لي الاشياء هون كيف تغيرت يا جماعه ركزوا معي كيف مثل ما انتم شايفين هون عندنا هون الاسلحه اشكال الاسلحه يعني الميزات الاسلحه صارت دقيقه اكثر من قبل مثل ما انتم شايفين صراحه شيء باللوز اوكي هون عندنا سلاح جديد اسمه شوف على اليمين هون معلم مكتوب اف جي ال 24 ديم شو هالسلاح ندخل نجربه معلم يا سلام مثل ما انتم شايفين معلم طبعا هون معلم انا ما مزبط العدادات حبيبي والله اوكي اوكي الان راح ندخل نشوف السلاح وينه اها عندنا هون في سلاحين عفوا قصدي عندنا هون سلاحين الايكريك هذا السلاح اللي بيعبي يمكن بشكل اقوى الايكريك هذا معناه بيعبي اقوى الايكريك معروف معلم قد ايه بده يكون اقوى بس لكن هذا اللي يعني اللي بفكر فيه معلم ايش بيعمل هذا اوبا بيضرب نار معلم هذا بعد هذا هذا بعد شو راح يتم عندنا عجب هالسلاح مشان شو هذا معقول يمشي اصبر نشوف نحط شيء شغله من هون ندخل نجربه معلم ندخل الداخل نجربه شوف شو راح يعمل هذا معلم ديم نضرب على التسجيل ول شو صار هون ضربنا على الثلج اوكي ركز معي هون لما دخلت هون في مكتوب عندنا قاذفة قنابل خاصة تطلق نيرة عبر الجدران عند الاصطدام عند الجدران عبر الجدران عند الاصطدام عندما تصطدم بجدران رقيقة فإنها تسبب أيضا في أضرار متفجرة اوكي فهمتوا عليكم فهمتوا علي فهمتوا علي هي شباب مثل ما شفناها من شوي ترمي قنبلة او بتلزق بمكان وبتطلع نيرة وبتكسر الثلاجات بتكسر شيء يعني بعدين بتحط يعني ترميها بمكان حول اللاعبين ممكن تصير يعني تعمل دمار شامل للسلاح حلو اوبا ركزوا لي على الماك 10 شباب كيف راح يصير؟ مثل السلاح ال شو اسمه؟ اوكي الناس اللي جيتها الماك 10 معناتها معلم راح يعمل دمار شامل اوكي بالنسبة كمان للاسلحة الثانية من الجزازة يا جدك فرج 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 شوفوا شباب شوفوا 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 هون على هون تعديل هون عم بيقول لنا تعديل هدول الاسلحه اللي تعدلوا هون عندي انا ملخص كمان الاسلحه اللي تعدلت هي النقار الاي سي 80 وفي هذا الفي اس كا 94 والاس في الدراجناف والاس كي اس والاوك هذول كلهم معلم تعدلوا عليهم معلم يعني صاروا عليهم تعديلات وهذا المان كمان يعني تغير شيء باللوز ها شوف هذا كمان الاي سي 80 يا حبيبي حلو 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 اوبا اوبا ركزوا شباب شو صار بفري فاير يا الله يا شباب شو صار بفري فاير يا الله شباب او ماي جاد لوك ات ذيس ريلي مان فري فاير وات هابينج شوفوا لي يا جماعه شوف كيف صار بفري فاير اوه لا 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 لا
damn, what's happening here? شو صار هون يا جماعة؟ What happened here؟ شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ فهموني يا الله. لا 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 لا، في تغير صار أسطوري هون معلم. شوفوا لي معلم. أوك شوف الـ UMP 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 عم لعب. شو عم لعب صاير؟ شوف البوكس شوف البوكس شوف البوكس. يا الله يا جدك. لا أنا مصدوم، أنا مصدوم يا جماعة، أنا مصدوم. شو لعب؟ شو لعب؟ كيف عم يجري؟ خطوة هيك صرت. لما تيجي علي شوف 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 خطير 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 خطير. اصبر جرب ناخذ اي كي ريسورسز هير. الالوان اي كي مايكل، الالوان اي كي. طيب واو 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 واو. لا لا هي تعرفوا الشباب هاي بلو ليك كان بيعمل ريشارج. انا مظلوم، انا مظلوم يا جماعه، انا مظلوم. شو عم بيصير هون؟ يا الله فرجي. هذا النمط راح يكون هيك بالتحديث الجديد يا شباب. اللعبة هيك راح تكون. واو. First blood. Triple kill. شو رايكم هذا المود؟ خطير. هذا هيك رح تكون يعني التحديث الجديد بفري فاير. يا الله ايوه برو لوك ات ذيس. شو رايكم يا شباب؟ انا خلص نشوف سنايبر مثلا. كان سباي سنايبر ريسورسز هير. واو واو خطيره والله حلوه. شوف لما تجري باللعب كيف يصير شكله معلم. انا مظلوم. نعرف شنو سنايبر نشوف. واو طيبين. رجعنا من منطقة نتزار قديمة. أحلى هيك أحلى شكل. واو برمودا باتل رويال قاتل بأسلوبك. أوكي خلينا نعمل لفت لك. أوكي 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 أوكي. عنا هون المكان، عنا الميل، عنا أشياء ظاهر تغيرت ولا شلون. هي البيك وعلى البيك نشوف البيك مع اللعب شو تغير فيها. نعمل نظرة هيك شاملة وليك. عنا كان أشياء تانية. فنيك شغله منيك معلم هون في الامام. منيك شو هي ما بعرف. المهم نشوف هون شو تغير في البيك. اوبا صار البيك على حاله هون. اضافوا هيك اشياء مثل اوبلا. ايش هو ده؟ دخول بيك الحنين ول ورحت. واو دخلنا بغير مود. ايش في هون؟ شو صار؟ اوكي اوكي بس جمعنا. شوف البيك شباب كيف القديمة. داا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 ا
جدك مثل فيك يا الله روري روري مثل قبل كان والله احسن يا جد واو نعمل فيك ايو طارت خضر نبه نعمل مثل مش راح نسبب منه اوكي اوكي جمنام بفمان خلني عم يخلنا هون معلم شو
لازم نروح هلا له كل بي يا الله خلاص طبعا جمعنا معنا شو لازم نعمل اوكي بابا عم يعطينا مكان لازم تروح لهناك خلينا نروح لهناك وشو بصير هوبا عم نسافر الظاهر معلم ها يعني على اساس عم نرجع لورا يعني فتره زمنيه ورجع لايام زمان هوبا هون شو معلم اوه هون بتقدر تاخذ اسلحه اوكي هون نجي لهون لما ننزل هون ناخذ اسلحه ناخذ الجروز مثال او ناخذ شو ناخذ معلم ناخذ ايش هالسلاح هذا ناخذ ام بي 40 اوكي هيك على اساس يعني جمعنا تمام وبعدين اوكي ندخل فتره اوه هلا رح ندخل اوكي فهمت عليه فهمت عليه هيك يعني ندخل بمكان بتطلع منه وبتسخ تلوت ما بتلوت مكان الشراية جدك يا الله شي غرام يا شباب شي غرام 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 يا سلام اوكي هيك رجعنا يعني ظهر في يعني جوائز اوكي بيعطينا واو والله حتصير حلوة معلم الرانك معلم حيكون في اسلحة بكل مكان معلم اشي تمام تمام حلو كتير نعمل نظرات هيك خفيفة لطيفة ندخل على الماكينة ماكينة نشوف نستكشف مع بعضنا هون نشوف طالع سبعات سبعات دول ظهر مكان ال شو اسمه اوكي هون عندنا مفتاح مستودع هون عندنا صندوق لو 4 دينار اضافية عندنا هذا الفجر هذا الفيجي او السلاح اللي شفناه من شوي بيضرب نارات من نارات حلو حلو اوكي اوكي هذا هذا واحد في بوتوني نجربوا عليه اصبر شوي ما صار شيء اكل 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 مش عم بيحترق عم يحترق عم يحترق عم يحترق دخلت عليه شو معلم لزقناه من السلاح من السلاح يا جدك وين تسقط فيه مشان هيك فهمت واو اوكي 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 معنا الحقيبه معنا شكل الحقيبه تغير معنا صار شوي غمق اكثر يعني صرنا نشوف تبين اكثر يعني شيء حلو اوكي هون معنا الصناديق صراحه شيء بلوز والله صراحه شيء تمام التمام ممكن برا نشوف اوكي اول ضربه تعبان هذا واو واو ريلي واو يا شباب